السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم عيسى طالع يهاجم الشيخ الشعراوي، الله يرحمه. الشيخ الشعراوي ربنا بيحبه، هياخد ثواب كتير جدا، فالناس ما تزعلش على الشيخ الشعراوي، احنا نزعل على الناس دي بتتهان في وسطنا، وان البوق ده اللي اسمه إبراهيم عيسى ده واقف عمال يتكلم وعمال يطعن في الناس دي. إبراهيم عيسى بيتكلم على الشيخ الشعراوي. إبراهيم عيسى طالع يقول ان الشيخ الشعراوي بيهين الستات. إبراهيم عيسى بيقول ان الشعراوي بيهين الأقباط. إبراهيم عيسى بيقول إن شعبية الشعراوي دي اتعملت عشان بيتكلم بالعمية، يعني إنه بيفسر المصحف يا أبو عمية. انتشر الشعراوي عشان خاطر هو بيتكلم بالعمية، واللغة اللي في القرآن دي إيه؟ اللي هو بيفسرها دي كانت إيه؟ يا إبراهيم يا عيسى، يا اللي أنت لو جبنا لك كلمة والله ما هتعرف تفسرها ولا هتعرف معناها، وأنت لحد النهاردة مش فاهم معناها. لسه هدفك باين، هدفك باين جدا، بس لازم اقول ايه التصريحات اللي شدتني قوي وقلت لازم اطلع اتكلم فيها. ابراهيم عيسى بيقول ان الشيخ الشعراوي الله يرحمه متطرف، مسك السلاح قال للناس يضربوا بالنار، وعمل داعش وعمل مش عارف اخوان، وهو عمره ما انضم لاي حاجه من الحاجات دي خالص. ممكن لو الشيخ الشعراوي متطرف فيبقى متطرف عشان ما عادش على الكرسي بتاع الوزاره، بس هو كده متطرف بالنسبة لك يا عم إبراهيم عيسى؟ يلا هتموت على أي كرسي في أي حتة، ده انت عشان كرسي في قناة طلع تشتم في الشيخ الشعراوي. بس ألاعيبك مش بتخيل علينا على فكرة خالص، المصريين الحمد لله بيفهموا كويس جدا، والمسلمين بيفهموا كويس جدا، والمسيحيين بيتساءلوا هو إبراهيم عيسى بيقول على الشعراوي كده ليه. المسيحيين ثلاث ارباعهم بيحبوا حاجة اسمها الشيخ الشعراوي. المسيحيين بيقولوا يا ريت كل الشيوخ ورجال الدين يكونوا زي الشعراوي يا عم ابراهيم يا عيسى يلي بتقول ان هو بيهين فيهم. المسيحيين بيحبوه جدا، وانا بقول مسيحيين ليه؟ عشان مصر ما فيهاش غير مسلمين ومسيحيين، ما عندناش حاجه تانية، بس بقى عندنا ابراهيم عيسى وطارق الشناوي والناس اللي هي التانية دي اللي هي طالعه تخبط في راجل ميت بقاله كام سنه هابلهم لحد دلوقتي، قاعدين كل ما تيجي سيرته في اي حاجه يطعنوا فيه وخلاص، هو عمال بيلم في ثواب ربنا يكرمه. ابراهيم عيسى بيقول ان الشيخ الشعراوي داعشي، كان في داعش ايام، هو اللي عامل داعش. ابراهيم عيسى بيقول ان الشيخ الشعراوي ليس وسطي. انت ممكن تكون الكلمه كانت مكتوبه قدامك يا عم ابراهيم وكانت مكتوبه وسطي وانت قريتها ليس وسطي، حاولت تحطها في سياق، انت قصدك وسطك صح، انت بتتكلم على وسطك حملاتك كده، انما ما تتكلمش تقول ان الشيخ الشعراوي ليس وسطي، لا وسطي دي كلمه ليها معنى تاني خالص، محتاج تفهمه حضرتك، وبلاش حضرتك اصل هي لا تليق اصلا بيك، يعني تحترم رموزنا نحترمك، رمزنا ايوه رموزنا احنا، انا بتكلم على المسلمين على فكره، والمسيحيين لما بيطلع حد بيضايقهم بيقولوا يا ريته زي الشيخ الشعراوي. ابراهيم عيسى بيقول ان الشيخ الشعراوي راجل ريفي وعجوز، ريفي وعجوز. الشيخ الشعراوي اللي من وهو لسه في الازهر لسه يمكن من ابتدائيه الناس كلها عارفاه، ابراهيم عيسى بيقول ان هو ريفي وعجوز. ده كل دي النقط دينا بس رضا ورا بعض عشان نبين الجهل فين، كل الكلام جهل وضلال، فاصبح ريفي فبتوع الشرقيه كلهم وبتوع المنصوره كلهم وبتوع المنوفيه كلهم والناس اللي قاعده في الارياف كلهم لا يليق بيهم ان هم يطلعوا يتكلموا في الدين اصلا، ولا يليق بيهم ان هم يطلعوا يتكلموا عن الست اصلا. ليه؟ اصل هم ارياف فلاحين، فلاحين يا عيني مش جايبين حاجه مع ابراهيم عيسى، دول ما يتكلموش، اللي يطلع يتكلم امثال ابراهيم عيسى كده بس، امثال ابراهيم عيسى كده بس، يقعد يضرب الحمالتين كده. لما قالوا له زمان نضرب الحمالات عشان تطلع تتعرف، اللي قالوا له هو يعرف مين اللي قالوا له كويس جدا، يضرب الحمالتين عشان يعمل كده ان هو ملفت كده، نفس حركه شعبان عبد الرحيم الله يرحمه، اطلع اعمل نفسك لون كده واعمل نفسك مش عارف ايه وبتاع، لو دلقت على شعري ده احمر وطلعت، ولا حطيت وش احمر وطلعت الناس كلها تعرفني والناس كلها هتشوفني، ولو طلعت شتمت في الشعراوي الناس كلها هتعرفني والناس كلها هتشوفني. الموضوع بسيط جدا، انت واخد اسهل الطرق يا ابراهيم عيسى، هنا مفيش، هنا ممسوح باستيكة راجل عجوز. الشيخ الشعراوي انت بتقول عليه راجل عجوز؟ هو طلع يتكلم على الست وهو راجل عجوز؟ مش من هو قد كده يا عم، انت عرفته متاخر خالص شكلك. ابراهيم عيسى بيقول ان الشيخ الشعراوي بيحط نفسه في مكانه اعلى من المراه، وان الاداء بتاعه تمثيلي. يا راجل يا راجل، يا اللي قمت وقفت احترام لمنى زكي، يا راجل انت فاكر انت وقفت احترام لمنى زكي ليه؟ فاكر؟ انا عيب اقول ده في الفيديو بتاعي، انت وقفت ليه؟ انا كنت بحب منى زكي، انت وقفت احتراما لمنى زكي ليه؟
طب انتوا عارفين ابراهيم عيسى بيقول الكلام ده ليه اصلا؟ كل الكلام ده عشان هو سمع ان في تجسيد شخصيات هيتعمل في رمضان، وزارة الثقافة هتعمله، من ضمن الشخصيات موجود الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه. اتجنن واتهبل وطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، قاعد يقول كل الحاجات اللي انت كل اللي انت بتقوله ده الشيخ الشعراوي قايله من المصحف. فاحنا فاهمينك، قلت لك في اول فيديو احنا فاهمين انت هدفك ايه، انت بتكلم في المصحف، بس انت اقل ان انت تجيب سيره المصحف، فانت عمال تتكلم عن الشعراوي دلوقتي عشان انت لسه اقل من ان انت تجيب سيره المصحف. فانت بتتكلم عن الشعراوي دلوقتي، حط نفسه في مكان اعلى من المراه بجد. طب ما تراجع المصحف بتاعك كده وتشوف المراه مكانها فين والراجل مكانه فين، هتلاقي كل واحد ليه المكان بتاعه، ما فيش حد فيهم اعلى من التاني ولا حاجه. الراجل ليه قوامه وقدامه حاجات تانيه للست. راجع دينك بقى، قصدي راجع الاسلام شويه يا عم ابراهيم، وبطل تتكلم عليه بعد كده بعد اذنك. ما نشوفك بتصلي في مسجد او بتعمل فيها، اطلع اشهر اسلامك قدامنا كده، اشهر اسلامك وبعدين اتكلم على الاسلام يا عم ابراهيم. اطلع اشهر اسلامك تاني، اطلع اشهر اسلامك تالت، اشهر اسلامك. انت مش عشان اتولدت الاب وام مسلمين فانت هتعمل فيها مسلم وتقعد تخبط في الدين بتاعنا وفي الرموز بتاعتنا. الكلام اللي قاله الشعراوي كله من المصحف. انت عندك دي فهم، او انت عندك هدف، او انت جاي موجه، احنا كلنا عارفين كويس جدا. ما تقعدش بقى ايه تقول الشعراوي وتقعد، بلاش اساليب الجبناء، استخدم اساليب ناس قديمه. انت بالك كتير جدا بتطلع قدام الكاميرات والميكروفونات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. يلي وقفت لمنى زكي عشان المشهد اياه، يلي وقفت احتراما لمنى زكي عشان المشهد اياه، وقفت احتراما لممثله كانت بتقلع اياه. يا راجل يا محترم، اللي بتقول حط المرأة في مكانها أقل من كده، هي الست عندك طفلة احترام لما تقلع البتاع إياه في فيلم متصور بكاميرات العالم كله بيتفرج عليه، هي دي اللي طفلها احترام وهو ده اللي تطلع تهاجمه؟ يا إبراهيم يا عيسى، هو أنت ده كده تمامك؟ تطلع تتكلم على سيدك بالمنظر ده؟ سيدك غصب عنك، أنت مش عايز سيدك، بس هو سيدك غصب عنك، وهتعرف إن هو سيدك غصب عنك. يوم القيامة ليس ببعيد، يوم القيامة مش بعيد. أنتوا خدم الدجال، والله العظيم انتوا خدم الدجال. انا مآمن من جوايا كويس جدا ان انت والعينه اللي شبهك دي انتوا خدم الدجال، بتفرشوا له الارض. انا كنت وانا عيل صغير بقول ازاي هيبقى مكتوب في قرطه كده كافر، وازاي الناس هتامن بيه ويقول له دي الجنه ودي النار بتوعي، ودي وطبعا ناره جنه وجنته نار، والناس هتصدقه ازاي يبقى مكتوب انا كافر وما يشوفهاش؟ ما كنتش مصدق الكلام ده لان انا كنت صغير. لما كبرت عرفت، شفت اشباهك انت واشباهك. انتوا بتمهدوا الدنيا لده، بتحاولوا تقعدوا تمسحوا اي حاجه خالص، بس للاسف ما قريتوش ولا كلمه في القران، وما عرفتوش ان العظمه دي جايه من عند ربنا. ربنا اللي عمل العظمه دي. انتوا مسيرين خدم للدجال للدرجه دي. زعلت قوي ان قالوا هنجسد شخصيه الشيخ الشعراوي ليه؟ يعني عشان دي مش هيتقلع فيها البتاعيه؟ هو ده اللي انت عايز تشوفه من الحريم؟ هو ده اجيب سيره الحريم اللي عندك اسالك انت ترضى بيض عليهم ولا لا؟ هو ده تسمح لهم وتقف باحترام؟ هي دي الرجوله؟ بعيد عن الاديان خالص، هي دي الرجوله يا عم ابراهيم؟ اما الراجل اللي قاعد بيتكلم وسط رجاله ده مش عاجبك؟ ده بيفسر غلط، ده حط الست في مكانها تحت مش عارف ايه. يا عم راجع دينك وافهم، مش فاهم اطلع اسال، الناس هتجاوبك. انت ابراهيم طلعت من فتره من سنين وقعدت تتريق هلك عني سلطانية، انت فضلت تتريق عليها. طبعا كل الناس فاكرة الكلام ده كويس، واتريقت على حاجات كتير وغلطت في العظماء كلهم، في العظماء القدام من سيدنا ابو بكر. انت بتتكلم زي الشيعة بالظبط، انت واخد من منهج الشيعة بالظبط، بالعكس انت بقى ايه خرجت خالص برا الموضوع. عايز تتشهر اطلع اشتم في الناس المعروفة دي كويس جدا، بس اختار يا عم ابراهيم، اختار ناس كده ايه ماشيه في سكه وحشه كده زي ما انا عامل دلوقتي وتشهر على قفاهم. انما مش هتطلع تجيب ناس ماشيه تمام التمام وتخبط فيهم، هو ده دي الشهره اللي انت عايزها، دي الاخره اللي انت عايزها؟ هنيئا لك بها، اشهر اسلامك وبعدين اتكلم عن الناس المسلمين يا عم الشيخ ابراهيم. شيخ دي عشان انت راجل عجوز، شيخ عشان انت راجل عجوز، مش عشان انت راجل دين، انت راجل عجوز يا ابراهيم عيسى. انت بقالك كتير ابراهيم عيسى بتطلع من زمان، وباين من ساعه ما طلعت تعمل حاجات عن الصحابه وعن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، وقعدت تعمل كده وتعمل كده وتعمل مفضوح. اي حد عنده ربع عقل بيفهم، فاحنا فاهمين ان انت مفضوح وموجه وكل حاجه. بالرد لا، انا طالع ارد عشان اقول لك كلمتين، اشهر اسلامك قررتها لك 100 مره اهو. الحاجات اللي قالها الشيخ الشعراوي من صميم المصحف
يا عم ابراهيم اللي انت بتكررها ببقك، انت مش قادر تقول المصحف متقال فيه الكلام ده، فانت عمال تغبط وتيجي في حد تاني. واحنا طول عمرنا الحمد لله كمسلمين بنشوف الحاجات دي من زمان ومتعودين عليها من زمان، وكان غيرك اشطر، انت ما جبتش كلام جديد، الكلام ده كله كان بيتقال ايامه، انت مش الفلوطه، انت بتكرر كلام ناس قالوه قبل منك، كلنا عارفين ده كويس جدا، انت وطارق شناوي وفريده ومش عارف نوال والاسامي دي كلها، احنا عارفين الناس دي كلها وعارفين هم هدفهم فين وهم قاصدين ايه، وبس بيطلعوا يتكلموا على اسيادهم عشان يتعرفوا. اغبط في سيدك عشان تتعرف، ده سيدك ده ماشي كويس، اغبط في واحد طيب ماشي في ضلال كده، شوف واحد كده بيتكلم عليك كلام وحش، شوف واحد بيهينك، هان الست فين هو؟ هان الست فين عشان نقال هو اعلى منها؟ طب يا سيدي انت اعلى من مراتك، دي اهانه لمراتك ولا ايه؟ هي دي اهانه لمراتك لما اقول ان انت قوام على مراتك، ان انت الراجل، ان انت اللي كلمتك انت في الاول اللي تتقال، عشان دينك قال ان انت اللي هتتسال. عارف يعني ايه ديوس يا ابراهيم؟ عارف يعني ايه ديوس؟ دور على يعني ايه ديوس يا عم ابراهيم وانت تفهم. عارف ان باب الجنه مكتوب عليه لن يدخلها ديوس قط؟ عارف يعني ايه ديوس؟ ديوس يا ابراهيم يا عيسى، ديوس يا ابراهيم يا عيسى. عارف يعني ايه ديوس؟ انت فاكر لما وقفت المنى زكي قلت لها ايه؟ لما وقفت احتراما واجلالا وتقديرا لهذا الاندروير، فاكر لما انت وقفت الوقفه دي وقفت وقلت ايه؟ لا تحزني ولا تغضبي يا راجل، يا راجل لا تحزني ولا تغضبي، ايه ايه بقى كمل، ان ايه الدجال معنا، ان المسيح الدجال معنا، انت تقصد ايه؟ مفهوم انت مفهوم. وكنت بتدافع عن ايه كمان؟ فاكر كنت بتدافع عن ايه؟ على المثليه الجنسيه، انت عايز الراجل يبقى مع الراجل والست تبقى مع الست،